لصق لصق. يلا لمسة. يلا بسرعة. شاطرة. زيزي. يظهر لي أنه الفريق الأصفر راح يتقدم هو في النتيجة. دوك نشوفوا إلى ما حشيت عطلو في المراحل الأخرى. يلا. أوه يا إسراء وش بيك؟ كنت هايلة مع الأول. كنت متوترة شوية وخايفة، كان تحدي جديد ما كنتش مدايرة قبل التحدي كيما هذا، علاه جاني شوية صعيب. أوه قريب طاح. يلا عاودي طلعي. يلا شاطرة. صحيتي زيد. شوفوا كيفاش راح سلك روحها. برافو عليك. ايه اداري ركزي روحك ركزي روحك. زيد شوي. وقفي مليح وقفي مليح. عاودي وقفي. ركزي روحك ركزي روحك. لمسة. برافو شاطرة. صحيتي. زيدي. طلعي رجلك. لمسة. شاطرين. حابين نربحوهم باه نفوتوهم باه نأكدوا بلي بلي نأكدوا بلي حتى كي نفوتوهم بخمس نقاط بلي الجولة الجاية نقدروا نربحوها. شجعوها شجعوها. يلا برافو الفريق الأصفر. يظهر لي راهم متحمسين باش يعودوا في النتيجة. برافو. يلا بسرعة اجبد اجبد بسرعة بسرعة. وقيل اجبد بقوة ما تخاف. كل صار كي كنا ناقصين عددين فادنا شوية خاطرش ما مبطوش هذاك يمس الاخر يتوشي لامامع ديرك بعد يكمل بلا يسمى استفدنا من نقص العدد. يلا لازم عليه يجبد المركبة أولا. صحيتي يطلع فيها. اي 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 ويروح. يلا صحيتي. أو يستمتع أو يستمتع اللاعب الأصفر أو يستمتع. شوف الحب بالك تروح لك. نحي الخيط تاعك. اجبد المركبة للوراء. لا لا اجبدها للوراء. اجبد المركبة تاعك للوراء. اجبد المركبة تاعك للوراء شوية. ازيد الابراز. زيد شوية. بالك طيح. احكي في الخيط صحيتي. زيد. امزلك شوية بركة. لصق لصق الخيط. ازرب حاجة. ما بقالكش بزاف لصق الحبل. ازربها. الابراز بزوز ازرب. صحيتي. زيد برك افحش فحش. يلا يشجعوا فيك. ايليك زي الوقت ويمشي. يلا نحي الوعد. ازرق نحي الخيط تاعك. كي تلحق لتحت. صفر. برافو عليك. ارواح كيفه جاتك صعيبه ولا واعره؟ لا لا ركتو في الوقت. في رايك ربحتوا ولا خسرتوا؟ ربحنا. دوك نشوفوا النتائج. يلا نروح نشوفوا النتائج مع بعض. التحدي تاع المسار اليوم كان صعيب والفرق كانوا متقاربين بزاف. شفنا الفريق الاصفر كان ناقص عدديا واللاعبه تاعو شفتوا كيفاش تعثرت وقريب طاحت، ولهذا ضيعوا شويه وقت وجابوا 3 دقائق و12 ثانيه. الفريق الأحمر كانوا شاطرين وكانوا العدد كامل ديالهم وجابوا وقت 3 دقائق و 48 ثانية. والفريق الأصفر هو اللي ربح. برافو. عدد خطأ من أحد المتسابقين ضيعنا الوقت خسرنا، لكن لا بأس هناك تحديات أخرى. رغم التعثر كانوا شاطرين. ربحتوا 10 نقاط في هذه المقابلة. في الجولة الثانية قدرنا ربي وربح. كان شعورنا بفرحة كبيرة، يعني عم بالنا بلي حنربحوا في هذا التحدي خاطر جا ساهل، وكو عم بالنا بلي كل صيف يعني في لياقة بدنية
وعم بنعشان نطيح نشي.